وسهلا بيكم، يا رب تكونوا في احسن صحه واحسن حال. من فتره نزلت فيديو عن ادويه التخسيس، في كميه ادويه كبيره جدا والاسعار ويعني كل حاجه او كل دواء بالظبط بيعمل ايه. هتلاقوا الفيديو في اللينك اللي هيطلع لكم فوق دلوقتي. لكن اخواتنا في السعوديه بعتوا لي وقالوا لي يا دكتوره احنا عايزين حاجه تكون موجوده في السعوديه، لاني كل الادويه اللي قلتيها تقريبا مش موجوده. فوصفت لهم دواء الزينيكال على اساس ان هو متوفر وممكن يلاقوه. طبعا هو يعني حاجه زي الاورلي ستات عندنا، فيستخدموه بامان ومفيش منه اي مشكله. لكن بعتوا لي برده وقالوا لي انه حتى الزينيكال مش موجود، علشان كده ما قدرتش اتاخر عليهم وعملت النهارده فيديو عشان اقول لكم ايه افضل ادويه التخسيس وانقاص الوزن الموجوده في المملكه العربيه السعوديه. خليكم معانا في الفيديو ده. حاجة ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتدوس على الزرار اللي تحت وتعمل سبسكرايب في القناة وتفعل علامة الجرس علشان يوصلك اي اشعار مني لما اعمل اي فيديو جديد. النهاردة هكلمكم عن افضل الادوية الموجودة في السعودية واحسنهم، والحقيقة مجموعة ادوية جميلة جدا وفيها مميزات حلوة. ومش بس كده، طبعا اهم حاجة ان هو يعني امنة بشكل كبير جدا في الاستخدام ومفيش منها اي خطر او اي مشكلة. نيجي الاول دواء عندنا وهو اسمه اقراص خميرة بايو ييست فورت او بايو ييست فورت تابلتس. الحقيقة الدواء ده ممتاز جدا لانه ده اقراص خميرة، والمعروف عن اقراص الخميرة انها بتساعد على الشبع. فانت لما بتاخد الاقراص دي اول حاجة من اقل اكل بتلاقي نفسك ان انت شبعت ومش عايز تاكل تاني. مش بس كده، ده هو غني بمجموعة من العناصر الطبيعية ممتازة جدا زي فيتامين بي، زي الكروميوم، زي عنصر البروبيوتيك، وبالتالي هو بيحافظ على نضارة البشرة والشعر والضوافر وبيخلي يعني بيغذيهم وبيخلي المنظر جميل. لاني معظم الناس بتشتكي انها لما بتدخل في حمية غذائية او لما بتسوي الدايت بتلاقي انه شعرها بيقع، ضوافرها بتتكسر، بشرتها جافة وشكلها مش حلو. لا، اقراص الخميرة دي بتعمل اهم حاجتين. اول حاجة بتساعد جدا على الشبع، وتاني حاجة انها بتمد جسمك بعناصر ممتازة، وبالتالي هتلاقي تحسن في الشعر والضوافر والبشرة. الجرعة بتاعت البايو ييست فورت هتاخد قرص قبل الاكل بساعة مع 2 كوب من الماء. طبعا حسب وجبات اليوم هتاخد لو بتاكل وجبتين هيبقى قرصين، قرص قبل كل وجبة، او لو بتاخد 3 وجبات هتاخد قرص قبل كل وجبة، يعني قرص 3 مرات في اليوم. يبقى البايو ييست فورت ده من الاختيارات الممتازة علشان لو انت عايز حاجة تساعد في الشبع وسد الشهية. تاني حاجة معانا دواء اسمه الفورمولاين L112، والفورمولاين طبعا من الادوية الممتازة جدا لاني هو يعتبر مجموعة من الالياف اللي بترتبط بالدهون لما بتعدي في الجهاز الهضمي. ومش بس كده، ده هو بيمنع امتصاصها وبيطردها من الجسم على طول، فيعتبر من الاختيارات الحلوة جدا واللي بتخلصنا من الدهون بشكل ممتاز. بس خدوا بالكم من حاجة مهمة، ان هو بس يعني بيركز على الدهون، لكن بالنسبة للكربوهيدرات او السكريات هو ملهوش دعوة بيهم. فلما انت تيجي تاكل مثلا وجبة وهتاخد الفورمولاين، خليك عارف ان هو هيخلصك بس من الدهون، فما تزودش في الكربوهيدرات والسكريات، لا تقللهم لان هو مش هيشتغل عليهم. يبقى الفورمولاين هو بيساعد على نزول الوزن، وتاني حاجة ان هو بيظبط ويقلل مستوى الكوليسترول في الدم. الجرعة بتاعت الفورمولاين هيبقى 2 قرص مع تناول الوجبة، يعني وانت بتاخد الوجبة بتاعتك هتاخد قرصين من الفورمولاين مع طبعا كوباية مية مع الوجبة علشان يساعدك على طرد يعني الدهون بشكل ممتاز جدا جدا ويطلعها على طول حتى قبل ما يتم امتصاصها. تالت دواء معانا اسمه الفاتلوس 120 ميلي جرام، والفاتلوس ده يعتبر من الادوية الامنة جدا واللي بتساعد في التخسيس، وهو عبارة عن مجموعة من الاعشاب بترتبط في الدهون الموجودة في الجهاز الهضمي وبتقوم بطردها برضو من الجسم. الفاتلوس طبعا هو ممتاز جدا لانه بيعمل حاجات كتير حلوة جدا في الجسم. اول حاجة ان هو بيركز على الدهون اللي موجودة في منطقة البطن والدراع والخصر والارداف، بيركز على انه يتخلص من الدهون الموجودة في المناطق دي. تاني
تاني حاجة ان هو ليه فوائد جمالية علشان الحفاظ على البشرة، وبالتالي البشرة بتاعتك يعني مش هتتأثر، بالعكس البشرة هيبقى فيها نضارة ومش هتتأثر بأي حمية انت بتعملها او اي نظام دايت، لا خالص هتلاقي بشرتك كويسة. حاجة تاني ان هو فيه مجموعة غنية جدا من الأملاح والفيتامينز والمعادن، وده بيخليه مكمل مثالي غذائي ممكن تستخدمه براحتك جدا في الدايت. حاجة تاني برضو ان هو بيساعد في طرد السموم والفضلات اللي بتتبقى على جدار الامعاء. خلوا بالكم لما بنيجي ناكل اي حاجه، طبعا طبيعي بيبقى فيه فضلات بتتكون على جدار الامعاء وتبدا تترسب وتعمل مشاكل، فالفاتلوس ده بيخلصك منها خالص وبيطردها، وبالتالي بيخلصك من اي مشكله انتفاخ او اي مشكله انت بتواجهها. الجرعه بقى بتاعت الفاتلوس هيبقى عباره عن حبه واحده في اليوم في اي وقت، المهم ان انت هتاخد قرص واحد بس في اليوم مش اكتر من كده. رابع دواء معانا وهو دواء ممتاز جدا اسمه الجلافولين كبسولات، والجلافولين كبسولات ده الحقيقه يعني تعالوا اقول لكم هو قد ايه بيعمل حاجات ممتازه جدا. اول حاجه هو عباره عن مكمل غذائي مستخرج من زيت العرق سوس، بيساعد في تسريع عمليه حرق الدهون وبيرفع معدل الحرق. ده مش بس كده، غير ان هو بيسد الشهيه، وكمان من الحاجات اللي انا بحبها قوي في الجلافولين والحاجات اللي هي مميزة فيه عن اي دواء تاني، ان هو بيشتغل على نوعين من الدهون. خدوا بالكم انه في طبعا انواع من الدهون في جسمنا، في منهم نوعين اساسيين، اول حاجة نوع دهون تحت الجلد على طول اسمه سبكوتينيوس فات، وتاني نوع من الدهون بيلتصق بقى باجهزة داخل الجسم اسمه الفيسيسرال فاتس. فالجلافولين بيشتغل على نوعين دول، اول حاجه بيشتغل على الدهون اللي تحت الجلد اللي هي سبكوتينيوس، وبيشتغل على الدهون المرتبطه بالاجهزه واللي هي الفيسيسرال فاتس. فيعتبر طبعا حاجه ممتازه جدا، انت بتاخد القرص بتلاقيه بيشتغل على نوعين من الدهون، بيسد الشهيه بيرفع معدل الحرق، فيبقى طبعا اختيار ممتاز ان انت تستخدمه. لو هتاخد تركيز ال 100 مللي جرام يبقى هتاخد قرص واحد بعد كل وجبه يوميا، يعني لو انت بتاخد 3 وجبات هتاخد قرص بعد الفطار بعد الغداء بعد العشاء، هتاخد قرص 3 مرات في اليوم. اما لو انت بقى هتستخدم التركيز الاعلى اللي هو 300 مللي جرام، يبقى انت كده ريحت نفسك خالص وهتاخد قرص واحد في اليوم، يا اما بعد الغداء يا اما بعد العشاء. خامس حاجه معانا اكياس اسمها اميكال اكياس، والاكياس دي الحقيقه ممتازه جدا لان بتقلل السعرات الحرارية اللي بتدخل الجسم من اي وجبة نشوية بنسبة 66% تقريبا، ده غير ان هو بيحافظ على مستوى السكر في الدم وبيقلل الدهون في الجسم. يبقى لو احنا هناكل اي وجبة نشوية يبقى الاختيار الاول يكون معانا هو اكياس الاميكال، لان زي ما قلنا ده اختيار ممتاز جدا وهيساعدنا في ان احنا نتخلص من 66% تقريبا من نسبة النشويات اللي داخلة جسمنا. طيب طريقة الاستخدام هتبقى ايه؟ هيبقى من كيس لثلاث اكياس في اليوم، بمعنى لو انا هاخد مثلا وجبه الغداء فيها نشويات يبقى هستخدم كيس، لو هاخد طبعا العشاء برده فيه نشويات يبقى برده هستخدم كيس، حسب ما الوجبه يبقى فيها نشويات تاخد كيس، لكن مش اي حاجه، انا مش بتكلم على الدهون ولا مش بتكلم على اي نوع غير النشويات فقط. طريقه الاستخدام ازاي؟ هتفضي كيس على كوباية مية او كوباية عصير او كوباية لبن. ده كمان في اختيار تاني خالص، ان انت ممكن الوجبة النشوية نفسها ترش عليها الكيس، هو عبارة عن بودرة، هترش عليها الكيس وتاكله على طول، يعني ممكن ما تحسش بيه شوية في طعم الاكل نفسه، فانت قدامك الاختيار من الاثنين، يا اما هتفضيه على مية او لبن او عصير، او يا اما هترشه على الاكل نفسه، وبالتالي هيبقى في فايدة كبيرة جدا ان هو هيمنع نسبة كبيرة من نشويات. في حاجة مهمة جدا عايزة اقولها لكم، ان كل الادوية اللي انا ذكرتها دي مش هتعمل اي حاجة من غير الالتزام بنظام غذائي، وعلى الاقل نحاول نلعب رياضة مرتين في الاسبوع مثلا او نمشي، الحاجات دي كلها هتساعد جدا جدا علشان تشوفوا نتيجة حلوة من الادوية دي. بالنسبة للاسعار كلها هسيبها لكم في صندوق الوصف. طبعا نيجي للسؤال المهم بتاع كل فيديو، يا دكتورة احترنا انت قلت لنا ادوية كتير جدا، طب احنا هنستخدم ايه مع ايه ولا الكلام ده؟ حقيقة انا هساعدكم انه انتوا سيبولي في الكومنتات، كل واحد يكتب لي في الكومنت الوزن الطول هل بتعاني من اي امراض، وانا هساعدك واقول لك ايه الادويه اللي تستخدمها منهم، او لو مثلا في حاجتين تستخدمهم سيبولي انا الموضوع ده خالص. انتوا بس زي ما قلت لكم سيبولي الوزن الطول
لو حضرتك بتعاني من اي مرض السن، وانا هساعدكم في اختيار ادوية التخسيس. اتمنى ان الحلقة تكون عجبتكم وتكونوا استفدتوا منها. ارجوكم شاركوا الفيديو مع اخواتنا كلهم الموجودين في السعودية علشان يعرفوا اهم الادوية، وبالذات اللي هي ما فيهاش اي خطورة عليهم ويقدروا يستخدموها بامان في التخسيس. ولو عندكم اي سؤال بخصوص الفيديو ده سيبولي تحت في الكومنتات وانا هرد عليكم كلكم. اشوفكم على خير الحلقة الجاية ان شاء الله. باي باي.